زي ما قلت لحضراتكم فرقتنا ان شاء الله هتسافر بكره للسعوديه للاستعداد بقى النهائي ووضع الرتوش الاخيره على الجانب الخططي لمارسيل كولر. وزي ما بقول لحضراتكم المباراه مباراه مش سهله، مباراه دايما بيبقى فيها دايما مع الشمال الافريقي مباراه بتكون مباراه عصبيه لحد كبير، ده جزء. الجزء الثاني هي بدايه موسم، ودايما بدايه موسم في شد عصبي شويه لان المباراه لا تحتمل القسم على اثنين الحقيقه، مباراه بتكسبها بتاخد بطوله، وبالتالي بيبقى في استراتيجي معينه، في منهج معين اكيد كولر حطه لهذه المباراه. زي ما بقول لحضراتكم كل مباراه وليها طباعها الخاصه، يعني غير تكون مباراه في الدوري او مباراه في بطوله او دوري المجموعات في افريقيا، بتكون الحسابات مباراه نهائيه مباراه النوك اوت اللي هو الفوز بالبطوله بيكون ليها حسابات خاصه جدا. في اعتقادي الشخصي كمان على المستوى البدني مهما كان الاستعدادات على مستوى المعسكرات على مستوى التدريبات، لكن اللعيب ما بيوصلش لنسبه اللياقه البدنيه 100% في بدايه الموسم، ده مستحيل. يعني اللياقه البدنيه وخبره المباريات بتختلف، الرسميه اكيد بتختلف كتير عن المباريات الوديه والمعسكرات والتدريبات، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم هيكون في شكل معين يعني كولر اكيد هيبدا بيه المباراه، مش هيكون في مجهود بدني في بدايه المباراه، هنحاول بقدر الامكان يكون في استحواذ على الكره بشكل جيد، لان زي ما بقول لحضراتكم قد تمتد المباراه كمان، فالجانب البدني مهم جدا في المباراه ديت وخاصه انت في بدايه موسم. الحقيقه كمان رجوع لاعبتنا اللي كانوا موجودين في منتخب مصر، عوده الرباعي يمكن امبارح، بنتكلم على الشناوي، بنتكلم محمد هاني وعبد المنعم ومروان عطيه، عودتهم للتدريبات بعد ما شاركوا طبعا في مباراه اثيوبيا الاخيره.